أكدت قيادة عسكرية في الجيش السوداني أن قوات الجيش تمكنت اليوم من التقدم في أحياء المهندسين والمنصورة غربي أم درمان. وأفاد مراسل الحدث بأن قوات الجيش أقامت ارتكازات في العديد من المناطق بعد تراجع قوات الدعم السريع التي ظلت منتشرة في محور غرب أم درمان منذ بداية الحرب. في الأثناء كشفت مصادر الحدث عن استمرار العمليات النوعية للقوات الأمنية التابعة للجيش في مناطق مختلفة من محلية أم بدة غربي أم درمان. قتل 23 شخصا وأصيب 60 آخرون بمدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور بغرب السودان نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع بحسب تنسيقية لجان مقاومة الفاشر. وتتعرض المدينة منذ أيام للقصف حيث قتل الأسبوع الماضي نحو 65 شخصا بنيران الدعم السريع. من الخرطوم ينضم إلينا مراسل الحدث عمار أبو شيبة. مرحبا بك عمار، نستطلع منك الاقتراب العسكري للجيش من مناطق في محيط أم درمان. مرحبا حسين. مرحبا. هذه المعارك منذ الصباح الباكر بغربي أم درمان، وهي منطقة أم بدة ومنطقة أحياء المنصورة، والمهندسين الجيش بث بيانا عسكريا وقال من خلاله بأنه فتح في هذه المناطق، وأن قائد سلاح المهندسين اللواء الركن الظافر عمر يتقدم الصفوف في هذه المناطق، ما يعني أن هذه المناطق الآن هي مناطق عسكرية نشطة من الدرجة الأولى. أيضا علمنا من خلال المصادر بأن هذه المعارك استمرت طوال النهار وانخمدت فيها النيران عند حلول الظلام. الدعم السريع حتى اللحظة لم تخرج ببيان وتوضح سير العمليات العسكرية في هذه المنطقة باعتبار أنها من المناطق التابعة لها بغربي مدينة أم درمان. سريعا حسين إلى الخرطوم، أيضا ابتدرت فيه الدعم السريع قصفا مدفعيا عنيفا والأعنف منذ عدة أسابيع، أطلقت ما يقارب من 20 صاروخا باتجاه مواقع الجيش السوداني بالقيادة العامة للجيش ومنطقة سلاح الإشارة بمدينة بحري ومدينة أم درمان. هذه المعارك تستمر وتتجدد من جديد، كنا في الأيام الماضية نشهد قمولا في عدد من الجبهات بالعاصمة السودانية الخرطوم وولاية سنار وولاية الجزيرة، لتعود المعارك من جديد هنا في العاصمة وعدد من الولايات. إذا ما ذهبنا إلى إقليم دارفور حيث المعارك التي تشهد منذ عدة أيام بشمال دارفور بالفاشر على وجه التحديد في المناطق الجنوبية والشمالية، تنسيقية لجان المقاومة قالت بأن الدعم السريع أطلقت عدة قذائف مدفعية، هذه القذائف أدت إلى وفيات بين المدنيين. أيضا عدد من المناطق الأخرى التي يتواجد فيها الجيش والقوى المشتركة المساندة للجيش قوات الحركات المسلحة أيضا اشتبكت مع قوات من الدعم السريع في هذه الأحياء وهذه المناطق الجنوبية والشمالية، ما يعني أن المعارك تجددت بشكل عنيف في هذه الساعات. تستمر المعارك أيضا من طيران الجيش حسين. سريعا صباحا كان قد أغار على عدد من المواقع التي تتحرك فيها الدعم السريع بشمال دارفور، حيث مناطق كبكابية وفتوم، وهذه المناطق أيضا هي امتداد لقوات الدعم السريع حتى منطقة أزو. شكرا جزيلا لك من الخرطوم زميلي عمار أبو شيبة مراسل الحدث. طلبت لجنة نقابة أطباء السودان في تقرير لها بالوقف الفوري غير المشروط للقتال في الفاشر وكذلك في المدن الأخرى وفتح ممرات آمنة وحماية ذلك لدخول المساعدات الإنسانية. وكشف تقرير اللجنة عن حصر 100 قتيل وجريح جراء التصعيد العسكري في الفاشر، واصفا المدينة بأنها أخطر وأسوأ مكان للعيش على وجه الأرض. أشار التقرير إلى أن مناطق الاشتباك شهدت حركة نزوح ضخمة إلى مناطق أخرى آمنة نسبيا، فيما زاد استخدام الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية الأمر الذي جعل من المدينة منطقة عمليات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اضطرارها إلى الحد من عدد الأطفال الذين يمكنهم تلقي الغذاء العلاجي من سوء التغذية في مخيم زمزم لنازحين بولاية شمال دارفور. أوضحت المنطقة أن الخطوة تأتي في ظل استمرار احتجاز قوات الدعم السريع لثلاث شاحنات تحمل أمدادات طبية منقذة للحياة في منطقة كباكبيا لأكثر من شهر،
مشيرة إلى أن الغذاء العلاجي للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مخيم زمزم يكفي لأسبوعين فقط. حذرت أطباء بلا حدود من أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد قد يموتون في غضون 3 أسابيع من دون علاج. لمناقشة الملف السوداني مشاهدينا ينضم إلينا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الدكتور جمال الشهيد. مرحبا بك عميد، وأبدأ معك مما تم الإعلان عنه بأن قوات الجيش تتقدم في محيط أمدرمان. المهندسين والمنصورة، هذه الأحياء أهميتها بالنسبة للجيش؟ شكرا جزيلا أستاذ حسين، أشكر التحية لك ولمشاهدي قناة الحدث. أهلا وسهلا دكتور. فيما يخص العمليات التي قامت بها القوات المسلحة صباح اليوم في منطقة أمدرمان العسكرية على المنطقة الغربية المتاحمة لسلاح المهندسين، حيث توجهت قواتنا إلى ثوب هذه المنطقة وقامت بتوسيع دائرة التأمين. يذكر أن قوات الميليشيا المتمردة كانت قد تمركزت في تلك المناطق منذ بداية الحرب من 15 من أبريل من العام الماضي، وبفضل الله تعالى ومجهودات القوات المسلحة فقد تمكنت القوات الموجودة هناك بقيادة قائد منطقة المهندسين وقائد منطقة أمدرمان اللواء الركن الظافر عمر عبد القادر، والذي قاد الهجوم بشخصه من التوغل غربا ودحر العدو إلى صينية إلى أحياء النخيل والمهندسين وصينة المنصورة، والعدو انسحب منها مخلفا وراه العديد من الأسلحة والمعدات والعتاد الحربي والغتلة. يذكر أن هذه المنطقة تعتبر يعني هي حرم للقيادة، قيادة السلاح المهندسين، ويعتبر ما تم اليوم من إنجاز هو توسعة لإدارة التأمين وتنظيف للأحياء المدنية التي كانت تحتل هذه الميليشيا المتمردة التي نزح منها المواطنين منذ بداية هذا الحرب. وهذه المنطقة اليوم أصبحت خالية ويعني مهيئة لعودة المواطنين إليها في أي وقت متى ما أرادوا ذلك. طيب، هل ثمت استراتيجية جديدة يستخدمها الجيش وبالتالي سمحت له بهذا التقدم في هذه المناطق يا دكتور؟ نعم، نرى هناك تحول كبير في مسار هذه المعركة. القوات المسلحة يعني هذه الأيام يعني تعمل بروح معنوية عالية. بالأمس شهدنا حديث السيد الفريق أول ياسر عطا حينما تحدث عن وصول أسلحة ومعدات حديثة، هذه كلها تعتبر إضافة للمعركة وبالتالي ستقود إلى نتائج يعني فعالة في المعركة. ويضف إلى ذلك أن قوات المهندسين منذ بداية هذه المعركة لن تتوقف يوما واحدا، فأنها قد قامت بتوسيعة التأمين في أحياء الدوحة والأمبدات واليوم في المهندسين والمنصورة وحي النخيل، وهي الآن على يعني تخوم السوق ليبيا. ما الذي تبقى من أمدرمان؟ نعم سيدي، ما الذي تبقى من أمدرمان؟ أمدرمان هي منطقة كبيرة، يعني منطقة جنوب أمدرمان، منطقة الصالحة، حتى هذه اللحظة يتواجد فيها جيوب من هذه القوات، وبالتالي أمدرمان هي منطقة كبيرة من أكبر المناطق في العاصمة المثلثة مقارنة بالخرطوم وبحري، وهي ممتدة حتى إلى الحدود، يعني هي مجاورة لثلاث حدود مع ثلاث ولايات، ولاية شمال دارفور وولاية الولايات الشمالية وولاية يعني الولاية الشمالية، فهي منطقة كبيرة جدا ممتدة. طيب، بالتالي يعني ما تم ولكن هناك شريط مهم في هذه المنطقة، سوق ليبيا ومنطقة قندهار، هذه المناطق لم يتم الوصول إليها دكتور حتى اللحظة. أعتقد أنه إذا يعني حافظت القوات المسلحة على هذه القوة قوات الاندفاع، وبالتأكيد يعني البديهي جدا أن أطلع في خلال الأيام القادمة. يذكر أن القوات المسلحة يعني تنشط كما ذكرت لك، وأن لها يعني روح معنوية عالية. الآن غايد المنطقة شخصيا نقود هذه العملية، ودلالة على أن هناك إصرار وتصميم من القوات المسلحة على القضاء على كل جيوب التمرد في تلك المنطقة. طيب، ذكرت غير مرة اللواء الركن ظافر عمر عبد القادر، إلى أي حد بالفعل القادة العسكريون ذو الخبرة من الممكن أن يساهموا في عملية تقدم الجيش في هذه المناطق على حساب قوات الدعم السريع؟ القوات المسلحة كل القادة اللي فيها مؤهلين لقيادة هذه المعارك، وبالتالي أي قائد من القوات لديه القدرة على قيادة أي قوة
ويعني متى ما يعني صدر الأمر له. الآن كل القوات ما علمه تمام هذه القوات المسلحة منذ الغايد العام، اعتبار من الغايد العام سعادة الفريق أول عبد الفتاح برهان وسادة أعضاء السيادة وكل قادة الفرق وإلى آخر جندي في القوات المسلحة ومن خلفهم الشعب السوداني كلهم الآن يصممون على القضاء على هذه الميليشيا المتمردة. طيب بالنسبة للمناطق الأخرى تشهد كذلك ما يسميه الجيش انتصارات أو هذا مقتصر فقط على محيط العاصمة؟ نعم هنالك عمليات في منطقة بحري يعني منطقة حطاب ومنطقة الجيلي ومناطق جنوب الخرطوم كلها الآن تشهد يعني حراك على المستوى عمليات متتالية ومتزامنة مع بعضها البعض. يعني هذه العمليات الآن تنطلق كلها متزامنة في كل المناطق. القوات المسلحة لديها القدرة في أن تعمل في أكثر من محور في أكثر من مكان ولديها قوات منتشرة بشكل واسع، والآن يعني هنالك هدف، هذا الهدف يعني تدعى إليه هذه القوات المسلحة، وبالتالي من المؤكد إن شاء الله قريبا سيتم نظافة كل هذه المنطقة بإذن الله تعالى. قوات الدعم السريع المتمردة الآن يعني تنسحب كل يوم. شكرا. لديها مشاكل في القيادة ولديها مشاكل في السيطرة وكذا. شكرا جزيلا لك من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الدكتور جمال الشهيد.